كلام. الحمد لله على السلامة كابتن سيد. محمد ازيك حبيبي؟ الله الحمد لله على سلامتك وسلامة الفرقة كلها. الله يسلمك يا استاذ محمد. كابتن سيد بالفعل نتيجة مقبولة مفيش كلام بنسبة 100% في ظل الأجواء اللي عاشتها الفرقة والإعداد يعني اللي يعتبر قليل جدا جدا جدا، لكن مباراة العودة في منتهى الصعوبة فعلا. طبعا ما فيش شك ان مباراة العودة هتبقى صعبة، لكن النتيجة إلى حد كبير معقولة في ظل أجواء وأحداث وظروف كانت صعبة جدا. ان ما لعبناش مباراه رسميه من ساعه المباراه المشؤومه 1 فبراير، حتى استعدادنا ومبارياتنا الوديه كانت اقل من المتوسط، مش عايز اقول حتى متوسطه، كانت اقل من المتوسط. عندك ظروف مناخيه وارتفاع عن سطح البحر، عندك مستوى ارضيه كانت صعبه شويه، عندك كميه من الاصابات كانت كثيره، حتى اثناء الماتش نفسه في اصابتين طبعا، يمكن متاثر معاه كانت كبيره شويه وجيته كانت في الاخر. يعني تاخد حوالي 3 اسابيع يا كابتن سيد فعلا؟ ممكن تبقى 3 اسابيع او اكثر من كده شويه، لكن في النهايه نتمنى ان هو يرجع لنا ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله. لكن بالنسبه لجده بسيطه؟ جده هيبقى محتاج حوالي 5 ايام ولا حاجه وان شاء الله هنبقى كويس. كابتن سيد وانتم مسافرين لاثيوبيا صدرت القرارات في الخفاء بالليل وبمنتهى الاستفزاز عز على موقع الاتحاد خشيه المواجهه، وفعلا انت لما بتعمل حاجه وخايف منها بتعملها بالليل ما بتعملهاش بالنهار، ولما بتكون مش خايف بتواجه وتقف قدام الناس وتواجههم، لكن انت خفت من مواجهه الناس ورحت منزلها الساعه 9 بالليل على موقع الاتحاد وكانها يعني مباراه تهريج او مباراه وديه ولم يقتل فيها 74. وللاسف يا ريتك في الاخر طلعت قرارات فعلا، لكنك طلعت الفاظ وما طلعتش قرارات، موسمين 3 مواسم وتيجي تشوف ما تلاقيش حاجه خالص. فاعتقد ان انا ما عرفتش رده فعلك ايه، طبعا ان انتوا كنتوا في المطار، فاحب اعرف رده فعلك على هذه المهزله اللي حصلت يوم الجمعه. والله بص يعني انت هنفضل كده في مصر دايما في حاجات معينه بتلاقي سياسه التسويف شويه، لعل الامر يهدى، لعل الامر يبقى فيه نوع من ان انت ترضى بالامر الواقع واخد، يعني اعتقد ان السياسه دي اثبات فشلها خلاص. اما بالنسبه للحدث ولا حرج، انت بتتكلم في حاجه لكنك بتكتب القرار وانت مش بتعمل توازنات وبس. مضغوط عليك من مين اساسا، لكن في النهايه انت بتكتبها حتى ايدك مرتعشه كده. بالظبط بالظبط. صيغه القرار نفسه تقدر توحي ان انت انسان مش ما فيش القوه اللي عندك اللي تكتب بيها القرار ده، انت بتكتب بعقوبات النادي الاهلي الاول كمان. بالظبط 3 عقوبات للنادي الاهلي في الاول، وبعد كده تحت كده في الاخر اتحطت عقوبات النصر يعني. وانت بتتكلم على العقوبات بتتكلم على العقوبات الاول، وبعدين حتى بتاعت الاهلي، طب انا اصدق مين يعني؟ انت العقوبات دي بتاعت ايه؟ قبل ما اتكلم على عقوبات النادي المصري انا بتكلم على عقوبات الاهلي الاول. انا اصدق مين؟ اصدق كابتن سليم عمر اللي طلع في قناه الاهلي او طلع في اي حته ثانيه وقال ان مانويل جوزيه ده مثال للانسان المحب لارض مصر والمفروض ان احنا نتعلم كده، وكتب في تقريره بعد كده ان هو استفزني طب ما طردتوش ليه في وقتها؟ بالظبط كده. عشان تكتب تقرير في المدرب وياخد 4 ماتشات لازم لو بتاخد بكلام الحكم، الا لو كابتن فهيم ما كتبش حاجه وده قرارك انت. بالظبط. انت دلوقتي في حيره من امرك، عده من الاسئله او عدد من الاسئله يعني الناس. بس يا كابتن سيد بعد اذن حضرتك وربنا سبحانه وتعالى مدينا عقل، لما أيوة. كابتن فهيم عمر شاف ان مانويل جوزيه اشار له باشارات خارجه، كان المعروف التلقائي انك تروح تدي له كارت احمر وقول له لو سمحت بره، اطرده بره بس خلاص. لكن ما انت سكت يبقى مش عارف. النقطه الثانيه حتى لو ما طردتوش اساسا يعني ممكن بعد الماتش تقول له ان هو عمل حاجه بعد الماتش. بالظبط. ده كلام في تقريرك منطقي. مظبوط. لكن انت طلعت على الشاشه التلفزيون وقلت واتكلمت على الراجل كلام كويس، اذا انت ما كتبتش حاجه. مظبوط. طب لو كتبت يعني كتبت طب غيرت كلامك ليه؟ طب لو ما كتبتش يبقى مين اللي خد العقوبه؟ لو الكلام ده ما وردش عند كابتن فهمي في تقريره يبقى مين اللي خد العقوبه؟ حسام غالي، حسام غالي انت بتدي له 4 ماتشات ليه؟ اعتراض، طب اعتراض ده كنت تدي له كارت احمر الاول على طول. لو خد انذار ثاني فاحمر. انذار، انذار في انذار، اذا الموضوع موضوع اعتراض تمام، وكلنا شفنا هل حسام غالي مثلا طلع قصه في الملعب او طلع عمل حاجه بعد الطرد مباشره؟ لا يعني قول برضو عقوبه حسام غالي يا كابتن، يعني اعترض وبشكل يعني يمكن كان فيه عصبيه شويه فا اوكي، لكن احنا بنتكلم على تحرم يعني تحرم النادي الاهلي 4 مباريات بدون جمهور ليه؟ مش هاخد الاوكي، انا هكلمك ليه مش هاخد الاوكي، لان ده كلام كابتن فهيم عمر نفسه. انت بتتكلم على كلام كابتن فهيم نفسه.
قال ان هو اعترض وانا اديته الانذار الثاني عشان الاعتراض. تمام. ما قالش ان الراجل شتمني، ما قالش ان الراجل تلفظ بحاجه كويسه، ما قالش. تمام. اذا ده تقرير كابتن فهمي عمر، حاجه من اثنين، يا كابتن فهمي عمر غير تقريره، يا اما ما فيش تقرير من كابتن فهمي عمر يدين لا حسام غالي ولا جوزيه، ودي قرارات بقى جايه انا مش فاهم جايه منين. النقطه الثانيه اللي حضرتك بتتكلم عليها بتاعت الاربع ماتشات بتاعت النادي الاهلي، ابتداء من امتى؟ سيبك ان الاهلي عمل او ما عملش، ايوه استندوا عليه دوت، او ده المحله نزلت بكل جماهيرها، وماتشنا مع المحله وخدت ثلاث ماتشات. كل جماهيرها خدت ثلاث ماتشات، انت بتدي النادي الاهلي اربع ماتشات وهو يعني جمهوره مقتول منه 74 في ماتش، مقتول منه 74 خدت اربع ماتشات. طب هرجع تاني يعني للعقوبه نفسها. المصري سنتين من تاريخه، مظبوط؟ ده اللفظ كده قال كده، ثلاث سنين على الاستاد من تاريخه، برضه اللفظ كده. بتتكلم في سنه واحده، انت زي ما انت قلت اهو، ربنا مش سبحانه وتعالى مش مدينا عقل. انت السنه دي كله متجمد، حسبت ده ليه؟ وكمان انت لاغي الدوري بايدك، واحنا في نص الموسم على الاقل، احنا مش في بدايه موسم. معاك برضه في عقوبات الاهلي، اذا انا هلعب السنه الجايه بجمهوري بقى، اول ماتش يبقى بجمهور. هتقول لي ازاي ما انت واخد اربع ماتشات؟ طب ما هي اربع ماتشات ليه بقى؟ اربع ماتشات من تاريخه. خلاص هنفترض بقى ان الاهلي لعب، هنفترض بقى، ما هنمشي في سياسه اللي هي العالي اكننا كملنا الدوري، وكان فاضل لنا 20 ماتش، يبقى انا اكني لعبت 20 ماتش والعب من تاريخه. هنعيش التخيل بقى. خالص يعني، انت بتخاطب باطل مين؟ انا بقول لك مش ممكن. يعني احنا اقول مثلا يعني، او الناس عندهاش وعي او ما عندهاش فكره وما عندهاش اي شيء ممكن يفهموا بيه، ما اعتقدش ان ده كلام منطقي اطلاقا يعني. وبعدين انت بتخاطب مين؟ يعني في اوقات كده يا استاذ محمد، في اوقات ما ينفعش لا ترضي نفسك ولا ترضي مجموعه ولا ترضي حد، انت لازم ترضي ربنا سبحانه وتعالى في الاول. بالظبط. لما الموضوع يتعلق بحياه وموت، ما ينفعش تبص لاي حد. وبعدين يا كابتن سيد، بعد اذن حضرتك، انا لما اجي ابص في عقوبه زي دي لازم ابص لقدام، لازم احقن دماء شباب زي دي، مش اهلي بس، اهلي وزمالك واسماعيلي ومحله واسكندريه والمصري، احقن دماء الناس دي. انا ما اضمنش ايه اللي يحصل بعد كده ليه، لكن انت لما تعمل عقوبه رادعه كله هيخاف، كله ما يفكرش يعمل اي حاجه تاني. لكن هو كده بالعقوبات الضعيفه دي الهزيله دي بيفتح باب احنا في غنى عنه يا جماعه. وارجع اقول لك برضو يعني في حالتين غراب جدا، الحاله الاولى تاخير العقوبات 55 يوم تاخيرها، الحاله الثانيه وقت ظهورها، يعني وقت ظهورها كمان غريب جدا. طبعا يعني بتتكلم في حاجه انا عندي ماتش بعد يومين ولا حاجه في افريقيا، وبتقول العقوبات ديت قبل ملعب الماتش بيومين، وبعدين بتقولها مش على لسان حد حتى، يعني هارتونا اللي مش عارف القرار في الدرج، مؤتمر صحفي كبير وحبوب الشجاعه اتاخدت يعني، والدنيا هتبقى واضحه وصريحه، لان انت راجل بتنفذ قواعد وقوانين ولوائح بالظبط على اي حد، واللي غلط يستحمل غلطه، واحنا ماشيين صح يا جماعه، وهنبدا بقى بعد كده. وفجاه كل ده برق واطلع، والمتضرر اللجوء الى القضاء، اللجوء للفيفا. الفيفا يقول لك اللي مش عاجبه يروح الفيفا، ما انتوا بتعملوا ايه؟ يعني خليني اقول لك بس ان ده طالما انت ماشي بالشكل دوت هتلاقي في مشاكل كتير هتحصل لك وهتقابلها. هي مشكلتنا دايما يا استاذ محمد، دايما مشاكلنا في مصر وخصوصا في الكوره او بصوره عامه كمان، ان احنا بنلف حوالين المشكله، عمرنا ما بنروح للمشكله الاساسيه. بالظبط. لو عالجت المشكله الاساسيه، لو بطرت، لو في بطر بشكل كبير جدا، لا والله حد ممكن يعمل لي مشكله مستقبليه، ما اعتقدش ان الامر ده يتكرر، لكن دايما احنا بنحاول نلف حوالين المشكله ونحلها حلول وقتيه، وبعدين تفاجئ ان انت هتقابل مشكله اكبر من كده. انا بتفق مع حضرتك مليونين في الميه في الكلام اللي بتقوله حضرتك ده، ولكن هو للاسف الشديد هي كلها اخطاء بتتراكم، وكله من خلال العك اللي عشناه في كرة القدم على مدى 8 سنين متتالية، ما بين مصالح وما بين تصفيات وما بين حسابات. طبعا انت مالكش دعوه باللي انا بقوله ده، لكن قصدي اقول لك ان دي تراكمات وصلنا كده في الاخر، وكله خلع ايده. وللاسف الان يا كابتن سيد، بعض اعضاء اتحاد الكوره بيطلعوا يهاجموا اتحاد الكوره دلوقتي، يعني هم كانوا اعضاء ودلوقتي بيهاجموا اتحاد الكوره، والواحد الواحد بقاش فاهم حاجه، يعني بقاش فاهم حاجه خالص. المهم من غير ما يبقى فيها استغراب، هي الموضوع موضوع شخصي. اول ما تخش الامور في شخصنه يا استاذ محمد، خلص تلاقي الناس بتهاجم وتلاقي الناس بترد، لان الموضوع شخصي، الموضوع مش مصلحه عامه. بالظبط. المطلوب بس، المطلوب عشان حال البلد تصطلح وحال الدنيا كلها تصطلح، يعني هو العدل. العدل بالعدل.
كابتن سيد، خريطة الطريق حتى مباراة العودة واضحة بالنسبة لك كمدير كرة، حددتها مع المدير الفني ولا الأمور شكلها إيه؟ يعني طبعا احنا كنا في مباراة ودية كنا محضرينها، يعني عندنا مباراة او عرض صح التعبير، يعني عرض في السعودية، مدى جديته من عدمها لسه ما تحددش بالنسبة لي. يعني مباراة السبت دي احتمال ممكن ما تبقاش 100%؟ ممكن على يوم الاربعاء ان شاء الله الرحمن يبقى فيه يبان بوضوح. يبان هي يوم اثنين مش يوم السبت. يعني ما هي للسبت يوم 2 ابريل صح؟ 2 ابريل. 2 ابريل بتتكلم في مباراه كانت متحضره وفي الاجنده بتاعتنا. لو تم تعديلها ولا حاجه هتبدا صغير من وجهه نظرك، هتعمل ماتش او الاثنين في القاهره قبل مباراه البن الاثيوبي. مباراه ختافي اتلغت صح؟ كل دي كانت عروض، يعني مدى جديتها خلي بالك، مدى جديتها مرتبطه بحاجات كتير، مرتبطه بامور ماليه، مرتبطه بامور تسويقيه يعني. لكن في النهايه انت هتتعامل مع الموقف زي ما قلت، يعني كان عندي مباراه صعبه مع البن الاثيوبي دوت، استعدادها اامل ان شاء الرحمن ان انا نكون موفقين في خوض مباريات على مستوى عالي شويه احسن من مباراه الذهاب، وده هياثر بشكل كبير علينا ان شاء الله في مباراه العوده. وزي ما قلت كمان مباراه البن الاثيوبي اللي في القاهرة هتبقى أصعب، لأن الأجواء بالنسبة لنادي البني نفسه على فكرة عندهم لعيبة عندها مستوى عالي. هو في كام لعيبة عندهم كويس، بس الأرض صعبة قوي يا كابتن سيد، الكرة بتجري بطريقة غريبة قوي.